السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الأعزاء في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم سماع وحكاية. يقول الإمام أبو الحسن مولانا علي الششتري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: طاب شرب المدام في الخلوات، اسقني يا نديم بالآنيات، خمرة تركها علينا حرام، ليس فيها إثم ولا شبهات، عتقت في الدنان من قبل آدم، أصلها طيب من الطيبات. يقول الإمام الشيخ مولانا عبد الغني النابلسي دفين دمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه رد المفتري عن الطعن في الششتري: إن الإمام أبا الحسن الششتري رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرب من هذه الخمرة في دير الأزل، وهذه الخمرة هي العباءة التي أخذها عن شيخه ولبسها، فلا يمكن أن يشرب من هذه الخمرة أبداً إلا من ربي في طريق القوم على يد شيخ عارف بالله كامل، عارف بأدواء القلوب، خبير بدوائها. والإمام الشيخ مولانا أبو الحسن علي الششتري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس سره واحد من أولئك الذين وصلوا إلى هذا المقام بشيوخهم رضوان الله تعالى عليهم. هذه الخمرة لا يمكن وصفها أبداً كما يقول ابن الفارض، بل هي رمز من رموز عرفانية غارقة في الرمزية والإشارة، أشار إليها مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضوان الله عليه في كتابه عن نعوت الخمرة الأزلية قبل التجلي وبعده، وأشار إليها كما قلنا مولانا عمر بن الفارض المصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتكلم عنها فقال: شربنا على ذكر الحبيب حلاوة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، لها البدر كأس وهي شمس يديرها، هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم، ولولا سناها ما اهتدينا لحانها، ولولا سناها ما تصورها الوهم، يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها، ولكنهم هموا فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا، ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم. هذه الخمرة الأزلية هي التي يصفها ويتكلم عنها مولانا أبو الحسن علي الششتري رضي الله عنه والعارفون قبله وبعده والذين سيأتون بعدنا. خمرة تركها علينا حرام، ليس فيها إثم ولا شبهات. نبقى مع هذه القصيدة الرائعة الغارقة في الرمزية والإشارة، تؤديها فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي.
الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي، الله دايم حي بقي حي، الله دايم حي. طبع شرب المنابي في الخلا وفي اسقين يا ندي بالآنية التي خمره